السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد قناة ربحك. عندنا لأول مرة شوفنا، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات السحب التاني لموقع الاستثماري اللي احنا كنا سبق وشرحناه وعملنا له إثبات سحب قبل كده. الموقع بيشتغل على خطة 180 يوم، بيعطيك 5%، يعني لو حطيت 20 روبل هتاخد 1 روبل كل يوم، يعني 130 روبل آخر المدة. لو حطيت 100 روبل هتاخد 900 روبل آخر المدة وهكذا. أنا استثمرت 20 روبل وسحبت 3 روبل قبل كده، ووريتكم أنا السحب اللي فات. الموقع بتيجي من هنا، لو انت هتودع وديعة بتيجي من هنا، هحط لكم رابط الشرح الأولاني تحت الفيديو. بتودع وديعة من هنا، أنا حطيت الوديعة اهي، قيمتها 20 روبل، وصلني لغاية دلوقتي هيعتبر كده 5، تبقى 7 روبل هيبقى وصلولي. وادي ايه الوديعة اللي انا حطيتها. تمام، من هنا بتيجي السحب اهو، انا كنت ساحب 3 روبل زي ما انتوا شايفين اهيت. ومن هنا رابط الاحالة بتاعك، هنا الدعوات وهنا رابط الاحالة بتاعك. طريقة السحب من الموقع، هنخش هنا هنعمل اثبات سحب التاني. بتحدد بنك البير زي ما هو محدد كده، هتحط هنا القيمة اللي انت هتسحبها. انا عندي 4 روبل، 4 روبل و40 سنت، واخش على بنك البير عندي 548 روبل، 548 روبل، واعمل طلب سحب. اهو تم، نجح السحب زي ما انتم شايفين، الحساب اتصفر 48. هنعمل ريفرش، بقى 62، واخر اهو سحب جالي اهو 4 روبل و35 سنت بعد عملت البيع. وبكده الموقع دوت، عشان مدته طويلة متهيألي الموقع ده هيطول شوية، موقع كويس جدا. ادي السحب الاول للسحب التاني. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش دعمونا بلايك، ولو لسه جداد معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.